وأقوامهم الرعاع اتبعوهم، يعني يا ربي إن قومي تركوا اتباعي وذهبوا إلى الأغنياء والأثرياء المترفين الذين أطغتهم أموالهم وأولادهم فاتبعوهم، ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا عظيما، ومكروا مكرا كبارا. ما صور المكر؟ لم تذكر صور المكر هاهنا، لم تذكر صور المكر هاهنا، ولكن ذكر وصفه إجمالا بأنه مكر عظيم. هل مكروا به لقتله وسلمه الله؟ هذا وارد. هل مكروا به لإخراجه؟ هذا وارد، فإن الله قال: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فهذا شأنهم مع الرسل، إما أن تستقيموا على طريقتنا وإما أن تخرجوا من بلادنا. قال سبحانه وتعالى وقال نوح عليه السلام: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا أي فيما بينهم: لا تذرن آلهتكم، يتواصون فيما بينهم بالثبات على الكفر، يتواصون فيما بينهم بأن يثبتوا على الكفر ويثبتوا على الضلال. إذن نحن أهل الإيمان نتواصى فيما بيننا بالثبات على إيماننا، الثبات على ديننا، لأن أهل الكفر يتواصون دائما بالثبات على الكفر.